تفضل أستاذ. أستاذ عبد العزيز أحجي فنان قد زارنا في المهرجان الماضي، فنطلبوا له إن شاء الله الشفاء العاجل باش يبقى كل سنة يجي عندنا المدينة وجدة، لأن مدينة تطوان هي أخت مدينة وجدة في الحقيقة، تاريخيا وغرناطيا وموسيقيا وكل شيء، وثقافيا كي قال السي فوزي. شكرا، شكرا على الإعانة. واحد النبدة صغيرة على جوج طلبة المعهد الموسيقي الأندلسي لتطوان، تأسست منذ 4 سنوات، شاركت وطنيا، لها مشاركات عديدة وطنيا ودوليا، مشاركة دوليا كانت بفرنسا بشنوف وكذلك بديجون، ووطنيا بشفشاون. كما قال أستاذي الكريم أستاذ يحيى بالخو أنها ثاني مشاركة لها بوجدة الألفية، فألف مرحبا ومرحبا. فأداء دائما سيداتي وسادتي، نعطيكم برنامج هذه الفقرة الفنية التطوانية الخاصة، فسنستمع إلى بطايح الرصد من إمضاء الأستاذ عبد العزيز أحجي، وكذلك الأستاذة سلوى بوحسون. تفضلي أستاذة، تبارك الله عليك. ثم صنائع من قدام المايا في بعض الأغاني، ثم بعض الأغاني الشعبية التطوانية المعروفة. وهنا أتذكر أستاذنا الكبير عبد الصادق شقارة رحمه الله، وهو تطواني. تفضلوا صفقوا، لأنه كان صديق الحميم ديال فنان ديالنا هنا في مدينة وجدة، وهو المرحوم بن يونس بوشناق، لأن الأصوات نتاعهم تتشابه يعني في الاستخبارات كذلك، كانت عندهم الأصوات نتاعهم عالية بواحد الشكل غريب. فأترككم سيداتي وسادتي مع هذه الفقرة. نعم، بعد الأغاني الشعبية التطوانية ستكون من إمضاء الفنانة بوتينة بن يعقوب، ثم العازفة علطار راوية عملي. تفضلي أستاذة. إذن سهرتكم ممتعة وأوقاتكم طيبة كريمة.
Okay, love.
يا صاح طالب عين دهو عين له مرعود
فوق الغصون أننا ننام نام تريت Thank you.
Yeah.
الشف والله ما نخاف نمشي براسي عليا دار الحمراء يا سيدي نشوف قديا دار الحمراء يا سيدي نشوف قديا وشيني يا الملكاني شيني يا المعدناني ديك العيون سلماني وشيني يا لنا دار الحمراء شكرا للفنانين التطوانيين الذين شاركونا في هذا المهرجان. وحقيقة سيدتي وسادتي يعجز اللسان عن التعبير في مثل هذه المناسبات، مناسبة مهرجان ربيع غرناطة، ومن طبيعة الحال احتفالا بعيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. الله الله على تطوان الحمامة البيضاء. مدينة وجه الألفية تعانق تطوان الحمامة البيضاء اليوم. وأنا كنت أريد أن أقول من الجزائر البيضاء العاصمة الجزائر البيضاء إلى تطوان الحمامة البيضاء مرورا من مدينة وجدة الألفية ديالنا، دائما لتجديد أواصر المحبة والأخوة والصداقة. إذن أطلب من السيد المندوب وزارة الشباب والرياضة يتفضل، والأستاذ واز ناجي يتفضل، خذوا صورة تذكارية مع تفضل أستاذ
مع جوق طلبة المعهد الموسيقي الأندلسي لتطوان. وهذا دليل سيداتي وسادتي على أن المغرب العربي الكبير واحد، والعالم العربي واحد بحول الله تعالى. إذن ليالي غرناطية بلون الربيع والإبداع والخلق والألق والتألق. أستاذ بدر تفضل، قولك خشبة. بقوا معنا سيداتي وسادتي، باقيين مع هذا الجوق العتيد، جوق مدينة تطوان من طبيعة الحال، المعهد الوطني للموسيقى، وما نساوش الأستاذة ديالنا الفنانة الكبيرة بيان بالعياشين، صفقوا عليها وهما يصوروا. ونذكر الجمهور الكريم أنه غدا إن شاء الله يوم وفيه برنامج حافي، نعم، بفقرات، حافل بفقرات متنوعة فنية غناطية بامتياز. إذن كونوا في الموضع في الموعد، وفضاء دار الأغن بدار الطالبة سيستقبلكم بكل حرارة ومحبة. فابقوا معنا سيداتي وسادتي في هذه اللحظات الغرناطية التطوانية والآلاتية الموسيقية الأندلسية المغربية. إذن برئاسة الأستاذ الفنان الكبير عبد العزيز أحجي. عيش بنفس الإحرام يا ليلى، لا نبني
فشكرا شكرا للمجموعة التطوانية الحبيبة. فأنا كنت أتذكر بون داكور دونك جو فودري سويتي لا بيانفوني à nos chers amis, nos invités, l'invité du festival du Tarabla Renate, de la Mosselia, bien sûr. Donc, vous êtes arrivés un petit peu en retard, malheureusement, mais vous aurez l'occasion demain de... Bien sûr, donc vous avez eu un petit peu de... une petite écoute, mais demain vous aurez le bain, pas le bain sonore, mais le bain musical. طراب الغرناطي سيداتي وسادتي مرحبا بكم. دونك ا دومان ان بتي مو ان بتي مو مسيو مسيو اه يدي بارك الله فيكم يبارك العرب